ملف التموين وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين وبطاقات التموين. نقرأ من صحيفة الشروق: اتجاه حكومي لمضاعفة نقاط الخبز وخفض عدد الأرغفة. قال مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تتجه لاعتماد قرار مضاعفة نقاط الخبز بنسبة 100% لتصبح 20 قرش عن كل رغيف غير مستهلك بدل من 10 قروش، مع خفض مستحقات المواطن اليومية من الخبز إلى 4 أرغفة بدلا من 5 أرغفة، وبإجمالي 120 رغيف شهريا. أضاف المصدر في تصريحات للشروق أن الوزير علي المصلحي يعكف على دراسة عدد كبير من الملفات المهمة الخاصة بمنظومة الدعم بمشاركة قيادات الوزارة، كما أمر بتشكيل لجان في مديريات التموين بالمحافظات لمتابعة تطبيق المنظومة الجديدة وسير عمليات صرف مستحقات الخبز المدعم للمواطنين ورفع تقارير يومية له. وفي سياق آخر، نفى مصدر مسؤول في الوزارة ما تردد بشأن إلغاء بطاقات التموين لمن يزيد دخلهم على 1500 جنيه، موضحا أن 70% أو 70 مليون مواطن مقيدون على بطاقات التموين يصرفون مستحقاتهم الشهرية بانتظام دون النظر إلى معايير الدخل التي لا تزيد عن هذا الحد قيد البحث، وأن هذه المعلومة قيد البحث. وأشار المصدر إلى أن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية لم تنتهي من وضع المعايير والشروط لمستحق الدعم حتى الآن، لافتا إلى أن المعايير تتضمن المستوى التعليمي لأسرة صاحب البطاقة وعدد الأفراد والراتب الشهري وعنوان الإقامة ومساحة الشقة ورسوم فواتير المية والكهرباء والغاز ونوع السيارة حال امتلاكها.